مين افضل تريزيجيه ولا الكابتن حسام حسن؟ بص هو كل واحد ده فيهم مش سؤالي ده بس عشان انا كنت هساله لك تتصعب عليا. كل واحد فيهم في مميزات. هقول بقى نقطه، اللي خد بطولات دايما التاريخ هيتكلم عنه صح. يعني هي دي النقطه. الكابتن حسام لو كان ربنا كرمه وخد، وانا بلعب في نادي الزمالك خد في السنه الاولى دوري وفي السنه الثانيه دوري، كان هتلاقي الامور الكفتين قريبين بالظبط كده. اما كابتن حسام يعني بامانه ممكن اتكلم عن ده لوحده وده لوحده. مانو جوزيه بيعرف يقود الفريق، بيعرف يتعامل مع اللعيبه كويس، بيعرف تكتيكان عالي، راجل دمه خفيف ويخلي اللعيبه تحبه. دي مميزات في مانو جوزيه. كابتن حسام مدرب تكتيكان عالي جدا، راجل بيدي حماس للعيب ويخلي من الميزه بتاعت الكابتن حسام يخليك انت لو انت 30% تدي 200%. فدي كانت ميزه انا وانا لعيب كنت بحبها قوي، وبقيت لما مدرب بقيت احبها فيه قوي. كور راجل في تكتيكيا وكور ثابته بيعملها كويس، بيحبب اللعيبه فيه واللعيبه عارف انت لما اديك معلومه فانت كلعيب بتتقبلها وبتبقى مبسوط ان نجم كبير زي كابتن حسام بيديها لك يعني. صح. فالاثنين صراحه نجمين كبار. ما فكرتش تشتغل مذيع؟ ربنا يخليك. لا انت يعني بس ما شاء الله يعني كل الاجابات ذكيه. ربنا يخليك يعني كل الاجابات ذكيه، محدش هيمسك عليك حاجه النهارده. والله مش حكايه كده. لا النهارده تطلع بريء السالم سالم. مش حكايه كده والله. انت لما بتيجي تتكلم على نجمين كبار زي دولت طبعا حاجه يعني. مانو جوزيه من احسن المدربين اللي جم في النادي الاهلي صح. وما تيجي تتكلم على كابتن حسام من احسن ما انجبت الكره المصريه 100% بس مفيش خلاف. حلو الكلام.